ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على موضوع مهم جدا، موضوع بتسأل فيه وبلاقيه كتير قوي قوي ناس بتتكلم عليه، وهو ان ازاي لو حبيبك بيسخر منك او بيقلل منك، بيقلل منك من حيث الشكل، انه بيقارنك بالاخرين، ان الحاجات دي كلها ازاي تاخدي حقك منه، ازاي تنتقمي منه، بس هتنتقمي منه بالطريقة اللي هي اللزوزة، بطريقة غير مباشرة. يعني اول حاجه، شخص بيسخر منك حبيب، هنبدا ان احنا نتعامل معاه ان احنا ما سمعناش حاجه، يعني قول اللي تقوله، مش فارق معانا، ما بيأثرش فينا. ليه؟ لان هيكون عندك ثقه في النفس. طبعا من اهم الحاجات اللي تخلينا نتجنب الوقوع في النقطه دي ان احنا نكون واثقين في نفسنا جدا، مؤمنين بنجاحنا، بندور على تطوير ذاتنا وعلى نجاحنا، وعندنا حياه مهمه، وعندنا حدود لحياتنا بشكل قوي، وعندنا قرب من الاهل وقرب من الاصدقاء، يعني لينا حياة، لينا حياة ومتحددة بحاجات كتيرة قوي. ده اللي يخلي اي شخص يحط لسانه جوه بقه، ما ينفعش او ما يعرفش يسخر منك، لان عارف ان انت شخصية قوية. ده مبدئيا. طب حصل ان الشخص ده سخر منك، قلل منك، بيقارنك باللي عاملين فيلر وبوتكس ومش عارف ايه والحكايات دي كلها. طبعا عشان نكون عارفين حاجه، انا كمي من النوع اللي مؤمنه جدا جدا بحاجه معينه، ان ربنا ما خلقش على حد على وجه الارض مش حلو. كل الناس حلوه، كل الاشخاص ليهم حاجه فيهم حلوه، عينهم حلوه، مناخير حلوه، بقى حلوه، في حاجه في ملامحهم بتجذب جدا، وفي اشخاص كده تجذبك ما تفهمش ليه، مع ان ممكن يكون مقارنه مثلا بحد تاني في بس دي اللي تعجبك اكتر. يا جدع سبحان الله. فانا مؤمنه جدا ان كل انسان ليه حلاوه معينه، فدي حاجه مهمه. اول حاجة بقى ان احنا ازاي نرد على الشخص او ننتقم من الشخص اللي هو بيسخر مننا. وعلى فكرة كمان الناس المرتبطين او متجوزين بيحصل فيهم الموضوع ده كتير، ياريت يسمعوا الموضوع ده، لان هتكلم على حاجة شاملة لكل، مع انه موضوع ليه اجابات كتيرة قوي. اول الحاجات انك تكون ما بتسمعش، عامل نفسك ما بتسمعش لكلامه، وانت مش مركز معاه اساسا، مش فارق معاك اللي هو بيقوله. هبدأ اني انا اهتم بنفسي جدا، هبدأ اني انا اشوف نفسي، هبدأ اني انا ابص لنجاحي، اهتم بدراستي او عملي، ههتم بشكلي ومظهري، كل الحاجات دي اهتم بيها بشكل قوي، ههتم باهلي وعيلتي. ليه؟ لان اي رجل لما بيلاقي ان انت ليكي حياه بيبدا ان هو لو سخر منك، فكره هو مش هيسخر منك وقتها، ولكن لو سخر منك بيبقى عنده عقده نقص، بيبقى شايف ان هو قليل قدامك، فبيبدا انه يقلل منك عشان ما تشوفيش نفسك عليه. فده بيكون كتير قوي قوي، في نوعيه كتير من الموضوع ده. هبدا اني انا اعمل زي ما قلت لكم الخطوه اللي احنا قلناها دي، اول حاجه مش هيهمني جدا اللي هو بيقول ولا يأثر فيا، تاني خطوة اني اهتم بنفسي جدا، اهتم بنجاحي جدا، اهتم بثقافتي، اهتم بدراستي او الوعي بتاعي، اهتم بحياتي كلها، ليه حياة، فمش هيفرق معايا كلامك ببصلة. بعد كده الخطوة اللي بعد كده، الشخص ده لسه مستمر في الموضوع اللي بيقوله، يعني ما تعدلش، هبدأ اني انا اوجع بالطريقة، اوجع قلبه او اوجع نخوته او رجولته بالطريقة، بمعنى ان هيكون انت بتتقارني بشخص او بيقلل منك. لا يا عم انا مش هقلل منك، بس هقارنك بالطريقة اللي غير مباشرة، يعني لما تشوفي حد يكون شكله حلو، انا بحب جدا جدا الممثل ده، شكله واو، دايما كنت بحلم ان انا اخد انسان زي ده، ما هو دايما اللي هيكون شايفك قليلة ما يستهلكيش، مبدئيا اللي شايفك قليلة ما يستهلكيش، فدايما اديله الضربة دي ان انت كمان ما تستهلنيش، فضل مسك فيكي وتعلق بيكي او شايف ان انت كده وجعتيه، فيبدأ يقرب، خلاص خير وبركة. بعد او ان هو شاف ان انت كده بتتكبري عليه، يبقى برضو خير وبركة. ليه؟ لانك هتعاني مع الشخصية دي، لانك دايما هتشوفي نفسك قليلة معاه، فبالتالي هتكوني بالفعل قليلة، هتكوني بالفعل قليلة قدام نفسك، هتكرهي نفسك في يوم من الايام. والله والله يا جماعة، ان الرسالة جات لي بالنص، ان هي واحدة كرهت نفسها، وصلت بيها الموضوع انها كرهت نفسها، مع ان هي يعني انا شفت صورتها ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها بجد. فدايما نخلي بالنا من الموضوع ده، قلته احسن، قلة الشخص اللي يكون كده احسن، حتى لو انا روحي بتتقطع فيه. فده اول برضه حاجات المهمة جدا، فهبدأ اني انا قارنه، هبدأ اني انا اوجع بالطريقة،
انا مش بقول له انت وجعتني ليه، وليه ما ينفعش اني انا اعترف له او اقول له ان الموضوع ده ضايقني، لان هو عارف كويس قوي 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 ان هو قال سخر منك او قلل منك او بيقارنك، هو عارف ان هو بيوجعك، هو عارف انه بيأثر فيكي حتى لو عن طريق الهزار واكتر من مرة، فمعناها ان انت قاصد شيء معين، قاصد ان انت عندك نقص فبتضربها فيا، او ان انت شايفني بالفعل مش مالي عينك فانت بتحاول ان انت تغلوش على عينيك شوية، ومعناها ان انت هتبص او بتبص بره، فده معناها بشكل قوي. فهبدأ انا بقى الخطوة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، اني هقلل منه بالطريقة، اني انا هقارنه ما بين فلان او فلان، فده موجودة جدا. طب هو بيقلل منك بقى عن طريق حاجة تانية، يعني مش بيقلل منك من حيث الشكل، بيقلل منك ان مثلا ان انت ما بتعرفيش تعملي مش عارف ايه، ان انت طريقتك ايه، ان انت مش عارف الحاجات اللي هي من النوعيات التانية بقى، التقليل منك او بيسخر منك في حاجات تانية، دي وقتها ان انت ممكن تتكلمي مع الشخصية دي كلام عادي، ان انت مناقشة، ان انت تحاولي تتفاهمي معاه، ان انت تعرضي عليه فكرة ان احنا ممكن نتغير، لان انت كمان فيك عيوب وانا مش بوضحها، فممكن ان احنا نغير نفسنا. قبل قبل، ما قبلش يبقوا تعالوا نقول هنعمل ايه. هبدأ اني انا اتعامل مع نفسي، اقعد مع نفسي قاعدة اعرف هل انا فعلا عندي حاجات ممكن تكون نقص في حياتي، يعني انا عندي حاجات مش حلوة. هبدأ اني انا، وعلى فكرة الخطوات اللي احنا قلناها في البداية، الاهتمام بالنفس وبنجاحك وبشكلك وقربك من اهلك واصدقائك وان ليكي حياة، ده مهم بعيد عن اي شيء، ودي نصيحة لاي حد داخل على وضع حياة جديد في وضع عاطفي، يكون ده مبدأك، ان انت يكون عندك حياة، ما تستسلميش او ما تخلوش هو محور حياتك، هو محور حياتك لما تتوجعي منه الوجع هيطلع من نافوخك، فخلي بالك. المهم، فهيجي بقى الحاجة التانية اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هو بيقلل منك بسبب اي حاجة تانية، اي موقف تاني. هقعد مع نفسي اشوف هل انا فعلا عندي غلط، هل انا، عشان ما تبقيش، عشان احنا مش عايزين نقول حاجة تخرب الدنيا، عشان الناس ما تقولش ان احنا عايزين نقول حاجة تخرب الدنيا، مع ان انا كمان لو كصفتي انا الشخصية لو حد بيقلل مني اقوله مع السلامة اتكل على الله، بس ببساطة يعني. فهبدأ اني اقعد مع نفسي واشوف هل انا عندي غلط اصلحه، ما عنديش غلط، الشخص ده بيتبلع عليا، الشخص ده عنده عقدة نقص معينة برضو، بيحاول ان هو يطلع عيب فيا وخلاص، ايا كان حجته ايه، هبدأ اني انا اتعامل بنفس الطبيعة بتاعتي، ومش هيفرق للشخص ده تماما، يعني انت ما كانش عاجبك الاسلوب ده، طب خد الاسلوب اللي وراه، واتعامل ان هو مش موجود، اتعامل ان هو عادي جدا، انت حتى لو انتم متجوزين هو ليه اكل وشرب والحاجات العيشة العادية تماما، واللي هو عادي، بس في نفس الوقت ما تحسسهوش ان انت برضو حاجة قوية بالنسبة لي، او ان انت مهم. اتفهمت معاك؟ ما جيتش بالتراضي، خلاص ابدأ بقى قابل الوجه التاني، لان انا شلت او نفسي شلت. لما يجي يسألك يقول لك انت حصل، انت ليه متغيره، قول له انا ببساطه نفسي شايله منك، لان انت قلت حاجه ما تنفعش ومش متفاهمين مع بعض. برضو انا من النوع ان الشخص لو انتقدك في شيء تاني او سخر في منك في شيء تاني، احنا بنجيب بالتراضي في الاول، كل اللي انا بقوله ده بيبقى بالتراضي في الاول، ما جاش بالتراضي يبقى مع السلامة، يعني خلاص بقى، يعني انا كواحدة انا ممكن اقول لكم انا بقول مع السلامة من البداية، بس عشان خاطر في ناس بتبقى على العشرة او الناس بتحب بالزيادة او قلبها عاطفي شوية، لا احنا ممكن نقول حاجات بالتراضي. في بقى ناس ممكن تقولي ان احنا ممكن ندخل الاهل، اشتكي اهل، اشتكي مش عارف مين، يقعد معايا يتكلم كلمتين يلين الدنيا، لا، لان اوقات كتير لما بتدخلي طرف ثالث ممكن يصفى في ساعتها وبعدين يرجع اوحش من الاول، او ان الطرف الثالث ده انت ما تضمنيش هو ممكن يخش يبهدل الدنيا، تدخلي اهله يجوا عليكي، تدخلي اهلك يجوا عليه، يعني من الاخر انت بتبوظي الدنيا اكتر. فلكن احنا نمشي بالتراضي في البدايه، ولكن التراضي ما جابش نتيجه ما بيننا احنا الاثنين، يبقى مع السلامه. ده النهايه ليه؟ لان في شخص تاني هيبقى مستني انه مشتركي قوي وبيحبك جدا، والدنيا ما بتقفش على حد، اللي بيسخر منك النهارده
النهارده هيطلع عينك بكره، وانت قبلتي سخريه وحاولتي معاه وما جابش نتيجه وقلتي عشان العشره وعشان انت بتحبيه يعني يلعن الحب اللي يخليكي ان انت تقبلي بالسخريه على نفسك. ده الخلاصه عامه. وعلى فكره لما بتسيبي وبتقوي، الشخص ده بيعرف قيمتك جدا جدا وبيحارب عشان يرجع لك مره تاني. عامه بشكركم جدا، بتمنى ان انا اكون فدتكم في النقطه دي. وعامه برضو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.